بلد الامن والامان طول عمرها وهتفضل كده، لان البلد بوجود الحمله معانا النهارده، واحنا يعني طبعا جزء غالي وجزء كبير من ارض مصر هنا، طبعا محافظه جنوب سيناء دي معروفه يعني، وولادنا واهالينا البدو هنا، انت عارف القبائل العربيه كانت بايعت قبل كده في الحمله، وكانوا من اوائل الناس اللي انضموا للحمله، ودايما في اتصال معايا ودايما على اتصال بيا، ويعني احنا ان شاء الله يعني سعداء بالحمله، وايضا سعداء بالدستور وبالنادي الشعب المصري كله ينزل يقول رايه في الدستور، وده منهج حياه وده طريق احنا يعني بنبغيه عشان المستقبل وعشان التنميه، وبنقول للشعب المصري كله احنا منتظرينك يوم 14 و15 يناير، ويعني طبعا وكمل جميلك معانا ايضا الحمله الجميله بتاعتكم دي. مع الوزير بنقول لحضرتك متشكرين جدا، وكل سنه وحضرتك طيب، وعايزين كلمه بمناسبه العام الجديد، وان ما فيش ان الداخليه للعام الجديد باذن الله جايب خير كتير قوي لمصر، والعام الجديد ان شاء الله كله خير، وانا متفائل بطبعي، متفائل ان شاء الله للعام القادم هيبقى عام خير، وعام ان شاء الله السياحه هتعود فيه، وهيبقى عندنا رئيس وهيبقى عندنا برلمان وهيبقى عندنا دوله باذن الله نفتخر بيها كلنا، ونبتدي بقى ننمي بقى قضيتنا تنميه سيناء. سياده اللواء بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم.